نختم نشرتنا من لبنان، حيث شهدت الأيام الأخيرة الماضية دخول لبنان اللافت إلى موسوعة جينيس، حتى أصبحت الهوية اللبنانية راسخة في مجموعة الأرقام القياسية العالمية. تقرير للزميلة كريمان الهاشم. احكيلي احكيلي عن بلدي، احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي. موسوعة جينيس للأرقام القياسية كتاب مرجعي يصدر سنويا، يحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة، حيث يسجل فيه الرقم الأعلى في كل مجال. واللافت أن لبنان يشهد تسابقا على تسجيل أرقام قياسية عالمية مختلفة. نبدأ مع دخول فندق جراند هيلز برمانا في مجموعة جينيس بوك العالمية، حيث تم اختيار الجناح الملكي الخاص بالمنتجع كأكبر وأضخم جناح ملكي معروف في العالم بمساحة 4000 متر مربع، دون ذكر ما يحيط به، ما يرفع المساحة الإجمالية إلى 8000 متر مربع. ليشكل هذا الإنجاز مفخرة للبنان، الوطن الذي يحتل المرتبة العالية ضمن نطاق السياحة العالمية. ومن الفنادق ننتقل إلى الحدث الأبيض في بلدة قرنعون، التي نظمت احتفالية حكاية عرس في إطار إحيائها عيد العزابي، الذي حطمت خلاله الرقم القياسي الألماني 3168 مترا لأطول طرحة عروس، ودخلت مجموعة جينيس بوك بعدما حققت رقما قياسيا بطرحة 3357 مترا، ليغمر الأبيض خط بيروت طرابلس الدولي الذي افترشته الطرحة العالمية. أما الأطعمة فكان لها النصيب الأكبر من لبنان، فقد دخلت الكبة الإهدينية وأدخلت معها مدينة إهدن إحدى أجمل المصايف اللبنانية إلى موسوعة جينيس العالمية، حيث بلغت صينية الكبة 233 كيلوغراما، وشاركت في تحضيرها 25 سيدة. بعد أكبر صينية كبة في العالم، وفي تحدي يحمل طابعا غذائيا ووطنيا على السواء، سجل 250 طباخا لبنانيا رقمين قياسيين جديدين في موسوعة جينيس ضمن مهرجان واحد، الحمص لبناني والتبولي كمان، بإعداد أكبر طبق حمص في العالم. تلا الحمص أكبر صحن تبولة، محققين بذلك ثالث فوز للبنان في مجال الطعام. يسعدني أن أعلن عن تحقيق رقمين قياسيين جديدين يضافوا لاسم لبنان. الأول أكبر صحن حمص في العالم بوزن 2056 كيلوغرام، كسر الرقم القياسي السابق بأميال، الذي كان رقم القياسي السابق كان 362، رقم القياسي اليوم 2056، رقم جدا جميل. يسعدني أن أعلن عن تسجيل رقم قياسي جديد في لبنان، أكبر صحن تبولة بوزن إجمالي 3557 كيلوغرام، محطما بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل في دولة إسرائيل ب 2170 كيلوغرام في العام 2006. مبروك لبنان تسجيل رقم قياسي جديد وإضافته إلى موسوعة جينيس الأرقام القياسية. وقد تم وضع المكونات في أكبر صحن في العالم مصنوع من مادة الفخار، ويبلغ قطره 5 أمتار. وتحت شعار ما تخبص برات الصحن الحمص لبناني، دخل لبنان موسوعة جينيس عن أكبر صحن حمص بوزن 10452 كيلوغرام، وأكبر كمية فلافل في العالم بوزن 5173 كيلوغرام، ما يعادل 10452 دزينة، وبذلك حطم الرقم الذي سجلته إسرائيل من جديد. وبما أن التبولة من أشهر وأهم الأطباق اللبنانية المعروفة على نطاق عالمي، دخل هذا الطبق من جديد موسوعة جينيس، ممزوجا هذه المرة بنكهة فنية مع الفنانة نجوى كرم في أحدث كليباتها الغنائية بالروح بالدم، حيث بلغ عرضه حوالي 7 أمتار وبارتفاع 3 أمتار، في حين كلف عمل صحن التبولة وهو الأكبر حتى الآن 20,000 دولار. وفي 15 أيار من السنة 62 للنكبة دخل لبنان كتاب جينيس، ليس بسبب صحن الحمص أو الفلافل المتنازع على براءة اختراعهما، بل لأن في لبنان فلسطينيين قرروا دخول جينيس بتسجيد الرمزين الأهم لهم، الكوفية الفلسطينية والقرار 194 الذي ينص على حق العودة.
صنعت أطول كوفية هذه المرة، بلغ طولها 6525 مترا و59 سنتيمترا. بذلك كسر الرقم القياسي السابق الذي سجلته كوفية إسبانيا والتي بلغ طولها 2932 مترا و5 سنتيمترا. وأخيرا لابد من الإشارة أن هناك الكثير حول العالم ممن يضحون بحياتهم أو مالهم لقاء اسم في موسوعة جينيس العالمية، أما في لبنان فتتعدد الدوافع لتبقى الهوية اللبنانية بصمة راسخة عالمياً.